نظمت في العاصمة الروسية موسكو مسابقة انتخاب ملكة جمال المدينة لعام 2009، وكانت هذه المسابقة انطلقت أول مرة منذ عام 1988. مراسلنا محمود قنبر حضر هذه المسابقة وأعد لنا التقرير التالي. ثمانية وعشرون فتاة تراوحت أعمارهن بين 14 و25 تنافسن في أجواء احتفالية رائعة على لقب ملكة جمال موسكو لعام 2009. ربما يعتقد الكثيرون أن المشاركة في مسابقة ملكة جمال موسكو أمر سهل، ولكن في الحقيقة ما أن تنتهي فقرة حتى تستعد الفتيات لتقديم فقرة جديدة. هذا الحدث جاء بعد اجتياز المتسابقات لتدريبات واختبارات امتدت على مدار الشهر، خصوصا وأن معظم المشاركات طالبات في الجامعات الروسية ولسن عارضات محترفات. قبل 14 عاما كانت المتسابقات يحلمن بعد الحصول على اللقب بشراء جزيرة في المحيط، أما اليوم فأغلب المشاركات يحلمن بنال تحصيل جامعي عال. لم يقتصر برنامج الحفل على عروض الأزياء وأداء الحركات وتقديم المتسابقات لفقرات غنائية ولوحات راقصة، بل تجاوزها إلى تنفيذ برنامج يحكي جميع أوقات اليوم من خلال إثبات قدرة المشاركات على التأقلم مع الملابس اليومية التي أعدها أشهر المصممين الروس. جميع الفتيات المشاركات في المسابقة جميلات ويستحقن اللقب، ولكن يجب على الفائزة أن تثبت للجميع أنها تملك كافة المواصفات المطلوبة. عدد كبير من الفنانين والمطربين قدموا فقرات غنائية راقصة نالت استحسان المشاهدين. أما معايير اختيار ملكة الجمال فلا تعتمد على حسن وجاذبية المظهر الخارجي للفتاة فحسب، بل وعلى الذكاء والمهارات الإبداعية وسرعة البديهة، وهذا ما يوليه المنظمون اهتمامهم ويعدونه من الصفات التي يجب أن تتمتع بها من ستتوج على عرش الجمال. دقائق انتظار عصيبة وأخيرا يسمع الجمهور اسم الفائزة في هذه المسابقة. أريد في بداية أن أقول شكرا جزيلا لعائلتي التي أهدتني هذه الحياة الرائعة، وأشكر المنظمين الذين وقفوا إلى جانبنا وشجعونا. أشكركم جميعا وأشكر كل من وقف إلى جانبي، أنا سعيدة جدا. إنها إيرينا أبراتسوفا، خريجة كلية الاقتصاد والمهتمة بحماية البيئة، تعمل في إحدى المجلات، وهي ممثلة وعارضة أزياء ومطربة تحلم في تشكيل عائلة متماسكة. ترى في الفنانة المكسيكية فريدا كارلو مثالا لها في الاعتماد على النفس والإخلاص، وهي متمسكة بالوصايا السبع للسيد المسيح. محمود قنبر، روسيا اليوم، موسكو.